اثنين الدد نموذج رقم اثنين من دعاة الفتن ودعاة الإخوان المسلمين، محمد ولد الدد الشنقيطي. ده قال شنو؟ جابوا له أيام الجماعة خارجين على السيسي حديث أسمع واطع في التلفزيون، المقطع موجود أهو ده، يعني نقلت لك كلام وحشوه بعينك. قال جابوا له الحديث، قال لا حديث ما مقصود به كده، ولف ودور وسمع الحديث من البداية، وقال رولي محمد ومشي هناك المسند وابن ماجه ومشي بغادي وفلان لما المذيع نزل القضيه، المذيع ثاني انتبه قال له الوقت ضيق، ترى الوقت ضيق. قام في النهايه قال لا ما يقصد به هذا، واوجب الخروج على شنو؟ الحكام. وكل الذين قامت عليهم الثورات ليس احد منهم يدعي انه ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته ونائبه في تطبيق شرع الله، ولا يطبق احد منهم شرع الله، فلذلك ليس لهم اي صفه شرعيه يمكن أن ينالوا بها هذا المقام، وإنما وصلوا إلى حكم هذه البلدان بالتغلب، فإذا زال عنهم التغلب زال حكمهم وزالت مصداقيتهم. فهذا يجب الخروج عليه ولا لا. طيب هل الضربات والمظاهرات هي من الخروج؟ لا لا ليست خروجا، هذه مجرد القيام بحقه. لما مسك محمد مرسي الإخواني ذولم، لما كان ماسك شوف قال شنو ده ذاته، قال محمد مرسي لا يجوز الخروج عليه لأنه ولي أمر، ولا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا إذا كفر كما قال رسول الله. ومن المعلوم أن الأغلبية في مصر اختاروا رئيسا طواعية غير إكراه ونصبوه، فصار هو ولي الأمر في حقهم، وولي الأمر لا يحل الخروج عليه إلا إذا كفر، ولم يكفر محمد مرسي، وكنا معه قبل الانقلاب عليه بأسبوع وهو صائم يوم الخميس، وحضرنا إفطاره وصلى بنا صلاة المغرب، وهو يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو مظلوم وتجب مناصرته. يا جماعة نازل ما محتالين، يعني انت بتفصل الاحاديث، بتجيب اشيلة خذ من الرف، تشوف اقرب اخواني تلبس له اللي بتعجبكم، ده شغل الترابي ذاته. قال ما في حديث للرسول، كله كذب. قال انا حسبي القران بس. قال لي امامة المرة كيف؟ قال في حديث نبوي. يا محتال، قالوا مورغة في سنن أبي داود، قال حديث رقم 592 صلت بالرجال. كذا، ما صلت بالرجال، صلت بالنساوين في بيته، لأنه ما كان في راجل صحابي، وده حديث عصر صحابة بيصلي في البيت. أنت قايله كوز ولا شنو؟ ما في راجل صحابي بيصلي في البيت يا مجرم، أي صحابي كان بيصلي هناك؟ قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها عن صلاة الجماعات إلا منافق معلوم النفاق. وحتى باقي المنافقين ذاته كان بيصلوا في الجامع احيانا، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى الايات. طيب لكن ده لعب، وفي النهايه طلع منهج الرجل الدد صوفي واخواني اخو مسلم، مشى لكبير الطواغيت على وجه الارض. مين انياس ولا بنياس ذاك؟ تجاني. لما مات هلك، ربنا ريحنا منه الحمد لله. مشى قال عز في موته، قال الرجل نشر الإسلام ونشر الطريقة التجانية وعز على الطريقة التجانية وأثنى على التجانية. نسأل الله أن يمد في أعمارهم وأن يمد في عمر الشيخ التجاني، وأن يشفيه من كل داء، وأن يطيل عمره في طاعة الله. هذه الطريقة الطريقة التجانية، ومجددها في هذا العصر الشيخ إبراهيم رحمة الله عليه، نشر الله بها هذا الدين، ولها أياد بيضاء على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لا ينكرها ولا يتنكر لها إلا مكابر. طلع صوفي مشى لي شيخه، قال له ابزغ لي في يدي، اختف بس غلي في يده تمسح بها في وشه. يقول له يقول هيك ده علامه يا ناس، ده علامه ولا حسره وندامه؟ لكن الاخوان المسلمين بيظهروا لهم ناس ناس. واحد تلقى سمين سايب السمين والسمن ما عيب يعني كثير، سمين بس يجيبوا له، يقول لك العلامه ولد الدده. علامه بتاع شنو يا اخي؟ كذابين كلهم محتالين. وعلماء اهل السنه والجماعه يصفوهم بأسوأ الالفاظ ويشتمون. شيخ ربيع يقول لك ديل مداخله، وديل عبده ال سعود، وده عالم علامه. الامام الالباني محدث العصر قال لا يطعن في الشيخ ربيع والشيخ مقبل الا احد رجلين، اثنين بس، اما جاهل والجاهل يعلم، واما صاحب هوى. ونحن قال نحمد الله
ده المحدث الألباني، ده العلامة بجد، مش الدد بتاعك المبتدع الصوفي الإخواني، ده العلامة بجد. لو كان هم عندهم ذرة بتاعت إنصاف وذرة بتاعت عدل نقح كتب السنة يا أخي. الحديث الحديث النقعة أنت كإخواني ما تقدر تعدها يا بليد. تيجي تطعن في علماء السنة، في الشيخ ربيع، الشيخ الألباني وغيره. قال الألباني قال: ونحن نحمد الله أن سخر لهذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، دعوة السلف الصالح، مثل هذين الرجلين الربيع والشيخ مقبل. تطعن فيه وانت يا سافل، قل لك ده المداخلة وده الجامية. لا بكره الإمام، والله أنا أسميه إمام جوا نخرة أي أخو مسلم أو حزبي أو أنصار سنة. الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله، رحمه الله، رحمه الله. ليه بضعنوا فيه؟ لأنه من أوائل العلماء الأكابر الكشفوا جماعة الإخوان المسلمين، وكشفوا الضال السفيه المبتدع سيد قطب من أوائل الناس، لحد ما ضربوا في الجامع دسوا له اثنين سرورية، اثنين من أوسو في المحاضرة وضربوا. شيخ الفوزان كان موجود يحضر محاضرة الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله، شيخ الفوزان من الحضور، وأنعم به من شرف، شيخ الفوزان حاضر، وحجز يحجز الناس من الشيخ العلامة محمد أمان الجامي. عشان كده أي زول يصدع بالسنة وبالتوحيد يقول لك إما مدخلي وإما جامي وإما وهابي. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ويجي يقول لك أنت أسلوبكم كعب، أنتوا أكعب ناس يا دعاة الفتنة يا أخوان مسلمين. والله بفضل الله نحسب أنه سلطنا عليكم، والله ننجمكم نجام إن شاء الله عمركم ما شفتم، عمركم بألسنة حداد بإذن الله عز وجل، بألسنة حداد بإذن الله عز وجل. بس أصبروا شوية، ودي بداية، إحنا يا دوب بدينا، مش يعني المحاضرة أنا مشيت لي أنا النهاية خلاص في المحاضرة، لكن المحاضرة كلها دي البداية، أصبروا لي. طيب طلع صوفي قالوا محدث العلامة الددو ولابس له 70 شوال لافع فوق رقبته، طلع صوفي ساكن تجاني. يا خيبتك ويا خيبتكم اللي بتجيبوا لنا هنا بالسودان واعلانات شبكة المشكاة، شبكة كاملة. طيب لا واحد ضال صوفي تجاني اخواني سفيه، شبكة شبكة تعد الله لمبتدعة. سوي دار تسويه، نحن بس دايرين الحق ده يصل للمسلمين. بعد انت بطريقتك يا اخو مسلم. طيب بعد ذاك